من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، رزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. النقطة الأولى، إلغاء مجلس الشورى من مداولات، أو في الفكرة الأولى لمداولات لجنة الخمسين في مصر. شكلت مجالس الشورى في النظم العربية أحد المشاكل الأساسية وطريقة من طرق السلطات لمصادرة الإرادة الشعبية التي تفرزها مجبرة إذا اضطرت إلى إجراء انتخابات وإنشاء مجالس تشريعية، وتحاول أن تضع اليد الأخرى أو تستلم باليد الأخرى ما سلمته في باليد الأولى من خلال مجالس المنتخبة. التوجه المصري كدولة رئيسية، وسيحتاج هذا إلى تصويت آخر، التوجه المصري كدولة رئيسية سيساعد بقية الأنظمة العربية في اتخاذ نفس التوجه. وغير مطلع على مداولات مجلس التأسيسي في تونس بالنسبة إلى هذه النقطة، ولكن أأمل أيضا أن الثورة التونسية تتجه إلى إيقاع المجلس الواحد كما ذهبت ليبيا إلى هذا الإيقاع، بحيث نتخلص من فكرة المجالس الأخرى التي دفع في النقاش في لجنة الخمسين بأنها مجالس معيقة إلى التشريع ومربكة إلى عملية التشريع. النقطة الثانية في حديثنا المختصر، مرضى السكلر لا زالوا يتساقطون. بالأمس سقط الضحية رقم 24 من مرضى السكلر، و هذا الضحية في العشرينات من العمر، 19 أو 20 من العمر ما أتذكر، ولكنه شاب من شباب هذا الوطن الذين نفتقدهم نتيجة إلى قصور وإهمال وتعمد السلطة عدم توفير العلاج لهؤلاء المرضى بما يتناسب مع مرضهم. ببساطة جداً سنستعرض في كلمات مختصرة كيف يمكن الحفاظ على هؤلاء والحفاظ على أرواحهم. يشكل هؤلاء 18,000 مصاب تقريبا في البحرين بحسب إحصاءات وزارة الصحة. 18,000 مصاب يحتاجون إلى مستشفى خاص بهم، هل يكون مستشفى صغير متوسط بحسب ما يحتاج هؤلاء الناس من معالجة، ويحتاجوا إلى يعني أن يكونون في المستشفى يعني أسرة، يحتاجون إلى قسم خاص فيهم للمعالجة الفورية، ويحتاجون إلى عدد من الأسرة يوفر لهم الرعاية في فترة النوبة. مريض السكلر هذا ممكن ما تشوفه في المستشفى 10 سنوات 20 سنة، ويمكن تشوفه في المستشفى في الأسبوع مرتين نتيجة إلى وجود الانتكاسات واختلاف حالة حدة المرض من شخص إلى شخص، وهي نقطة أيضا لا تعمل فيها المؤسسة الرسمية بالدرجة الكافية، وهي فكرة الإرشاد، توفير الإرشادات وكيفية تجنب الإصابة بالنوبة أو الوصول إلى مرحلة النوبة. الآن لجنة السكلر أو الهيئة الأهلية للسكلر تحاول أن تعمل في هذا الاتجاه، لديها بعض التقدم، المؤسسة الرسمية لديها بعض التقدم، ولكن هي حالة محدودة. توفير مستشفى خاص بهؤلاء المرضى، هذا النوع من المرض، وعدة مرات يطرح هذا الكلام، وعدة مرات يتحدث عن رصد ميزانية، وعدة مرات يتحدث عن قرب إنشاء هذا المستشفى، ولكن المستشفى يراوح مكانه ولم ير النور حتى هذه اللحظة. النقطة الثانية، زيادة عدد الأسرة
لاستيعاب مرضى السكلر. مرضى السكلر أي واحد الحين يطلع من هالمكان يروح طوارئ السلمانية راح يشوف مرضى السكلر. في أي وقت تروح طوارئ السلمانية راح تشوف ناس قاعدين برا، ساعات قاعدين في الأروقة مال المستشفى أو قاعدين برا عند الطوارئ عند السيلان وقاعد يئن ويصرخ. هاي حالة من عشر الآن يعني عشرات السنين من انشاء المستشفى، وهي الظاهرة موجودة أن الناس موجودة تئن إلى مرضى السكلر. هذا الأنين وعدم توفر العلاج بسرعة وعدم توفر الأسرة هو أحد أسباب التي تؤدي إلى اختطاف أعمار هؤلاء الأحبة. توفير العدد الكافي من المختصين لمعالجة مرضى السكلر أو الذين يدركون حاجات مريض السكلر من العلاج، وش لازم يصير مع مريض السكلر من بروتوكولات علاجية، شنو كيف يستقبلونه وش يعطونه والسرعة في ذلك. مجموع هذه الأمور البسيطة جدا والتي ما تحتاج إلى اجتماع مجلس وزراء ولا تحتاج إلى أكثر من قرارات بسيطة، هذا راح يوقف عملية المعاناة التي يعانيها 18,000 مصاب في البحرين، يخفف من معاناتهم وألمهم. اللي يقعدون أحيانا يفضل المريض، وهذا خطأ ولكنه خطأ مدفوع إلى بطبيعة الأوضاع، يفضل عدد من المرضى أن يبقى في المنزل يعاني ويئن وش اسمه على أن يأتي مستشفى السلمانية، لأنه راح يئن أيضا بس بعيد عن أسرته وبعيد عن بيته، فيفضلون أنهم يتحملون الحالة ويقعدون في منامهم ويقعدون وما يروحون العمل أو يركنون إلى الهدوء على عسى وإلا أنهم يتخلصون من هذه الحالة. أنا أشوفهم لأن عندي أخوان وعندي أقارب وهي الحالة هيك يعني، وهذا يؤدي أحيانا إلى تضاعف الحالة وصولها إلى مرحلة حرجة ويتوفى عدد منهم نتيجة لهذا النوع من الخيارات. إذا أجى المستشفى يلتقي بهذه المعاناة، يعني ساعات ما يحصل إلى العلاج، وإذا أعطي السيلان ينتظر حتى يتوفر بقية العلاج ويتوفر إليه سرير ينام عليه. مجموعة هذه الأمور البسيطة ستخلص معاناة مرضى السكلر، وإذا لم توقف وفيات مرضى السكلر بالكامل، إذا ما وقفتهم ستختصر عدد الوفيات بدرجة كبيرة. حرام أن يختطف شباب وشابات. الآن تروحون تشوفون الـ 24 اللي فقدناهم هذه السنة، وهذا معدل تقريبا من 24 إلى 30 هذا سنويا نفقد، تروحون تشوفونهم كلهم شباب تقريبا، كله شباب عشرينات وأربعينات في الحد الأقصى. النقطة الثالثة، يونس حابر، يونس علي حابر 22 سنة، أهله يقولون أنه تعرض للتعذيب في اعتقاله، وقبل أن يتعرض للتعذيب ومصاب بمرض الصرع. الحالة المثبتة أنه يغمى عليه عدد من المرات في السجن. المعاملة هي نقلة، عندما يصل إلى هذه الحالة السيئة نقلة إلى المستشفى وإجراء فحوصات والعودة مجددا إلى السجن من أجل أن يغمى عليه مرة أخرى، إلى أن وصل به الحال نقلا عن أهله إلى أنه غير قادر على الوقوف أثناء الزيارة لهم. شاب عمره 22 سنة، عندك 2000 اللي لازم تتشفى في يونس ولازم تتشفى في يوسف النشمي، هاي مرضى وكميل مال المعامير، ناس مرضى حطهم في مكان يتعالجون واطلق سراحهم، وإيش يعني بيسوي يعني. تزداد حالة يونس الصحية
يوما بعد يوم من سيء تنتقل من سيء إلى أسوأ. يونس يشكل مصداق من مصاديق الإهمال في العلاج، مما يؤدي إلى أمراض مزمنة ويؤدي إلى الوفاة والشهادة في حالات أخرى. تتحمل السلطة مسؤولية يونس ومسؤولية كافة المعتقلين الذين يعانون من إصابات. الآن بينكم هنا أحد الإخوة اللي كان يعاني من إصابة الشوزن وبقى في المعتقل أكثر من 4-5 شهور ولم يتوفر له العلاج، وهذه حالات عديدة إلى معتقلين سياسيين لا يتوفر لهم العلاج المناسب ويهملون حتى تصل بهم الحالة إلى أمراض مزمنة أو إلى الوفاة. وتعرضنا في الحديث في مرات سابقة أو الجمعة الماضية عن الأستاذ عبد الوهاب الذي لا زال وضعه الصحي مقلق ويزداد، يعني الخوف على صحته أو حياته أو إصابته بأمراض لا يمكن تداركها. النقطة الأخيرة في حديثنا هذا، منظمة آيفكس صنفت البحرين على أنها الدولة رقم 4 في الإفلات من العقاب. نترك ما قبل الاستقلال، نبدأ من بعد الاستقلال. كانت حملة الاعتقالات، ما توقفت الاعتقالات، لكن 72 صارت عندنا اعتقالات، وأنا ما سمعت من الناس اللي اعتقلوا في 72، ولكن سمعت من الناس اللي اعتقلوا 75. أخذوا لهم وجبة محترمة من التعذيب، هم ناس كانوا في التيارات اليسارية، وجلست معهم كثير وعدد منهم كبير، وتعرضوا إلى وجبات تعذيب منتظم مؤشر على أن فكرة التعذيب والإفلات من العقاب فكرة مترسخة في طبيعة نمطنا السلطوي القائم. ما هي حالة طارئة أو حالة مؤقتة أو حالة لا. ومنذ ذلك التاريخ، يعني من السبعينات، تستطيع أن تحصل على شهود. هذا مقرر التعذيب، إذا إجا فتحنا الصفحة على كل الناس راح يستغرب، راح نجيب له ناس عمرهم 80 سنة تعرضين للتعذيب، ونجيب له أطفال عمرهم 14 سنة تعرضوا للتعذيب. يعني أجيال مختلفة، على الأقل 3 أجيال بين إيدنا ممن تعرضوا إلى التعذيب بشكل ممنهج في سجون البحرين. فمنذ ذلك التاريخ يؤشر إلى عقيدة الإفلات من العقاب، عقيدة مترسخة في طبيعة إدارة السلطة ومتخذي القرار في بلدنا. استمرار الانتهاكات والتعذيب طوال تاريخنا السياسي كدولة مستقلة لم يتوقف ظاهرة التعذيب إلا في سنوات قليلة، سنة 2001 بعد التوقيع على ميثاق العمل الوطني، واستمرت السجون تقريبا خالية إلا من أعداد محدودة إلى سنة 2006-2007. أول ما بدأ الاعتقالات بدأ التعذيب معها. يعني الآن تقول توقف التعذيب، لأنه كان توقف الاعتقال السياسي سنة 2001، افتكينا من الاعتقال السياسي، بقت بعض المناوشات البسيطة، صار فيها عدد من المعتقلين محدود، بقوا لأيام محدودة ويصير معالجة والإفراج. لكن من بدأت شوية الأزمة تشتد 2006-2007، لا مباشرة إجانا تقرير Human Rights Watch عودة التعذيب إلى البحرين. تقرير كبير صدره سنة 2007-2008 يمكن صدر، يتحدث عن سنة 2007 عودة التعذيب إلى البحرين. في سنة يعني ثورة انتفاضة التسعينات صدرت تقارير دولية موثقة كثيرة عن موضوع التعذيب، وسقط سعيد الإسكافي وسقط غيره من الشهداء تحت ونوح وسيد علي سيد أمين وغيرهم من الشهداء أو من المعتقلين عانوا من جراء التعذيب. ليس الإفلات من العقاب سياسة مترسخة، ليس الإفلات من العقاب سياسة مترسخة.
في شيء أقبح من الإفلات من العقاب، سياسة مترسخة، الترقية بناء على الانتهاكات والتعذيب سياسة مترسخة، الترقية بناء على التعذيب وبناء على الانتهاكات صيغة مترسخة. وكانوا يفرحون، مجموعة من الضباط كانوا يفرحون بفتح قضية وتعذيب المعتقلين ويقولون لهم بنحصل على عذابكم ترقية، بنحصل على تقديمكم، أنا بنتزع الاعترافات من عندكم وبقدمكم قضية وباخذ ترقية. هكذا هاي كلام كان يقوله الساعاتي وكلام كان يقوله فليفل، وهيك يعني ثقافة شديد. الثقافة أنك تختقل الناس، تشكل قضية، تكيفها، تنتزع الاعترافات من عندهم، تصدر أحكام من مكتب وتوديهم إلى القضاء، أنت أخذ طريقك إلى، شوف الإفلات من العقاب مرحلة. الآن هم يتكلمون آيفكس، هذه آيفكس منظمة مهتمة بالإفلات من العقاب. ما في منظمة في الدنيا مهتمة بأن اللي عذبه يترقون، ما حد يتصدقها، ما حد يتصورها. إحنا إذا في منظمة تهتم بهالجانب إحنا نطلع رقم واحد مو أربعة. نطلع رقم واحد ما نطلع رقم أربعة. وفقا لهذه العقيدة تم إصدار مرسوم 56 سنة 2006 لحماية من قام بالتعذيب في كل تاريخنا قبل إصدار هذا القانون. مرسوم صدر، مرسوم قبل أن ينعقد المجلس صدر مرسوم بقانون لحماية ومنع مساءلة من ارتكب انتهاكات وفي مقدمتها التعذيب في سنة 2006. اجت مشكلة بسيوني، واجى بسيوني سوى تحقيق وقاد التحقيق بشكل واضح بأن هناك انتهاكات ممنهجة وأنه لابد من مساءلة ومحاسبة من قام بهذه الانتهاكات مباشرة، أو من علم بها ولم يوقفها، أو من أمر بها أو علم بها ولم يوقفها. وجاب لهم القاعدة وقال مسؤولية الرؤساء عن عمل الناس اللي تحتهم يتحملون المسؤولية. تعرف هذا العنوان إذا في محاكمة عادلة يجر إلى وزراء وما فوق. فحتى يلم الموضوع قمنا سوينا، جبنا مجموعة من الشرطة وصغار الضباط وقدمناهم إلى المحاكمات الموجودة، وتولت المحاكمات أو المحاكم بقية الموضوع، أعطى براءة وأعطى حكم مخفف. إذا كان في حكم يعني أيضا مخفف، قاتل تحت التعذيب، يعني مو داهس بسيارة ولا لحظة جسمه ولا لحظة غضب ولا شيء، لا هذا واحد جودنا ضربنا في هناك إلى ما مات وهو يصرخ يعني إلى ما توفى، هذا حكم 10 سنوات الاثنين، بعدين المحكمة الثانية تقوم تخفضهم 3 سنوات. هذا حاصر هاني عبد العزيز في غرفة ما في دشي هاني عبد العزيز، وتطلق عليه 3 طلقات بالشوزن وقتلته، ما عندك شي اسمه، ما في شكل عليك خط، انت محاصر انه ولا شارد وملاحق وراك وشرد، كان مع المتظاهرين او ما كان مع المتظاهرين، وراح في بناية قيد الانشاء حتى يختفي، رحت له داخل البناية في غرفة وحصرته ومربته 7 سنوات ثم 6 اشهر وما معلوم، بعد ما معلوم ان احد في السجن لو ما في احد في السجن، ما عندنا علم، ما عندنا. هذا شنو؟ لان بسيوني حط الموضوع، ولان بعض الدول النافذه قالت لابد من المتابعه والقيام بتوصيه بسيوني بما فيها وش اسمه محاسبه المسؤولين، فحاولنا نقدم هذه المسرحيه. حكم هذا المشهد
منذ السبعينات حتى الآن الكلام الذي تقدم به رئيس الوزراء إلى بن حويل عندما زاره وقال له قانون لا يطبق عليكم وعلينا، سيأتي يوم ويطبق القانون عليكم وعلينا وعلى الجميع بدون استثناء. وستفتح، لأن هذه القضايا لا تسقط بالتقادم ولا يغطيها مرسوم، هذه مو قضية يمكن تغطيها مرسوم ولا تسقط بالتقادم. والإطار الدولي على بطء ولكنه يتحرك باتجاه التوسعة في استقبال الضحايا. صحيح البحرين ما وقعت، وهذا أحد الأسباب، على اتفاق روما من أجل أن لا يتعرض المسؤولون إلى محاكمات هناك، ولكن هناك طرق أخرى مفتوحة يحتاج من الضحايا أن يتعلموها، ويحتاج أن يبدأوا في السعي نحو مطاردة المسؤولين عن تعذيب وشهادة أبنائهم وغيرها من الانتهاكات. في الدول الأوروبية وقعت على اتفاقيات، بعض المحاكم الأوروبية تسمح بهذا النوع من المحاكمات، الضحايا بمساعدة المجتمع المدني.